رح تقولي شي لخالة نورة؟ لا طبعاً، اصحك تجيبي لها سيرة إذا بتعرف بتموت بأرضها. اللي قاهرني لما اتصل ماجد ما عرفت أحكي معه واضطريت أنهي المكالمة. شو اللي اتصل من شوي ماجد؟ احكي. اللي صار فكر أني عم كذب وأني معاصي وعم بحكي معه. ايه تفكيره بمحله عزري. ناريمان هي كاسة الشاي اشربي. فخرية خلاص لا تتمسخري وليه؟ اتصلي فيه هلا. اتصلي. بحذرك انك تجيبي سيرة ناريمان على لسانك. لأنه بحبها وما بتركها بنوب. قلتي لي بتحبها وما بتتركها بنوب. بظن انه انت نفسك مالك واثق من هالعبارة. كم مرة بترددها باليوم لتصدقي اللي قلته؟ ذكرنا القطع منط. وقف شوي، لا تنسى تقول العبارة اللي وجعت لي راسي فيها. لا ما رح انسى، رح قلها. ما عم يرد. معناتها لازم تروحي لعنده تكتبي له رسالة. إذا ما بترد على التليفون أنا بذاتي بيجي لعندك. اسمع، لازم تجيب لي عنوان شغل ليلى فورا وعنوان البيت اللي ساكني فيه، مفهوم؟ معلمي أنا من هلا رح دور بالحارة ورح أعرف مكانها. أنت لا تقلق معلمي، العنوان ورقم التليفون رح يكونوا عندك خلال ساعتين. أنا بدي تلاقي لي عنوان شغلة بالأول، رح أعمل لها مفاجأة حلوة كتير. رؤيا، نادي لي رؤيا فورا، أنا بدي أشوفها. رؤيا خانم لهلا ما إجت. يعني باختصار أنا كنت السبب بقطع رزقه العاصي. لا تحكي هيك، لو كان نهاد بده يدفع لي فوق المليون أنا ما عاد لي شغل عنده. أنا معك أخي. ورح نضل مع بعض. تعرفي رؤيا، لو بلف الدنيا والله مثله ما رح لاقي. الو. لا ليكي روحي قولي له بتقلك مو جاي على الشغل، ومن اليوم يعتبرني مستقيله. كمان انا رح كون معكن على الحلوه والمره. من اليوم صار اسمنا الفرسان الثلاثة. عن جد نحن مجانين. ايه لا ما حذرتوا، ما رح تطلعوا من البيت. بس عندي شغلة كتير مهمة. والطبخ كمان كتير مهم. وليش نحن على طول اللي منلف اليبرق؟ والله هالشي ما عم افهمه. ها عم تسألي ليش؟ لأنه نحن اللي رح ناكله. لو كان للمعلم جمال كان هو ساوى. وجمال شو علاقته بالقصة؟ شو بيعرفني بقى؟ أول اسم خطر ببالي قلته. ناريمان، إذا على المرسم مو رايحة لوين بدكن تروحوا؟ حاجة بقى عدوا نضبوا. خلصنا. إيه منقعد، ما رح نروح. إيه هيك. ها كان بدنا نروح نزور ليلى بالشركة بس أنتي ما خليتينا، نبقى منزورها. ليلى بنتي؟ كنا وعدينا نروح لعندها، بس شو بدنا نعمل؟ مدام وعدتوها روحوا لعندها. يلا ما بدنا نروح خالي بقى. لا شو مفكرتينا لعبة بإيدك؟ قلتيلنا لا تروحوا وقت عرفتي بدنا نروح لعند ليلى. فخرية ما تحكي معي بهالطريقة، لأنه إذا بروح على الجيران وبقلن إنه فخرية قالت إنها متطوعة لتلف يبرق بكل بيوت الحارة، بيجوا لعندك وبتلف يبرق كل يوم. بتعملها والله. بعرفها. شو بكي خالي، والله عم امزح.
ها أخي، الصبايا اليوم رايحين حتى يزوروا ليلى بمكان شغلة. إيه شو علي؟ روحوا لعندها وسلمولي عليها وبتقولولي على لساني خالك مو نسيان وعده، هو كمان رح يجيكي زيارة شي يوم. صار لنا زمان عم نسمع هالحكي عمو فايز وما رحت. لكن خلينا نتيسر. ايه يلا استنوا لوين؟ بدكن تلفوا كل هدول وتصفوهم بقلب الطنجرة وتحطوهم على النار، مدام رايحين لعند ليلى بتاخدوا لها شوية يبرق معكن، رح تلاقيهم سخنين وبتاكلهم بالهنا. خلص بكفي. شوفي هلا الحكي رح يكون بلا فايدة. بلشي لفي. شطورة بنتي، يلا كملوا لف. هو حبيب قلبي اللي ما بقدر أتخلى عنه، هو النفس اللي من دونه ما بعيش، وأجمل لوحة عندي للرسم عشقي حياتي. جواد أهلا وسهلا. أهلا فيك، كيفك؟ خير. حلو. شو تشرب؟ قهوة. ألما بعتي لنا 2 قهوة فورا. شو هاد؟ عندكم تشكيلة حلوة للموسم. جواد ما فيك تكون جدي أبدا. أنا كتير جدي اليوم. مبين. قلي شو عم تعمل؟ عم دور على شي عارضة من شان تشكيلة موسم الربيع. بتمنى أتعرف عليها. أنا كمان بتمنى هالشي. يا ريت إنها تكون وش جديد، وش مختلف. برأيي الموديلات هي اللي لازم تكون مختلفة، بكفي العارضة تكون حلوة ورشيقة. مثلاً أعطيني مثال لشوف. مثلاً مثل نيفين تماماً. جواد أنت شو عم تقول؟ بشو عم تتوشوشوا؟ شو عم بيصير معكن؟ ما في شي. قال لي بده عارضة مختلفة وتكون رشيقة وحلوة ومميزة كتير. جواد لا تبلش. مشان مجموعة الربيع وهالمواصفات ما بتنطبق على حدا غيرك أنت، وهذا كل اللي عم يصير. خلاصنا تركنا من هالموضوع. شفتي؟ عم قلك إنك حلوة وجذابة وهو لسه بيقول لي سكوت. برأيي جواد عنده حق. حكيت أخي؟ قبلت تكون العارضة للموسم. ورح أثبت إنه جواد عنده حق. رح مثل المجموعة. خلص ما تدوروا على عارضة. برافو جواد. أنا ما عملت شي، أعطيت رأيي وبس مو أكتر. منتظرينك بغرفة القياس. نيفين شو أخبار أختك الصغيرة؟ رح تمرق لهون مو هيك؟ ما بعرف شو استفقت لها؟ شو رأيك ماجد بيك؟ عجبوك؟ إطلاقاً. نور أهلين، شو أخبارك؟ رح طق. أكتر شي بحب فيك صراحتك. شكراً.
ايه كيف ناريمان؟ منيحة؟ منيحة كتير. ناريمان هي الإنسانة اللي كنت عم دور عليها. ربي يساعدكن اتنيناتكن ماجد. ناريمان بنت رائعة عن جد، مع أنها بتبين قاسية شوي، بس جواتها بجنة وعاطفية كتير وحنونة. أول مرة حدا من اللي حوالي بيحكي عن ناريمان بهالطريقة هي، ما في حدا منهم تقبلها. نيفين على التليفون. يلا بالإذن. ألو حبيبتي. نعم أنا عند المكتب. خلاص رايحين صبايا؟ لك شو هدول اللي على الطاولة؟ استويت الطبخة بسرعة، قلت بتاخدوهم سخنين معكم لليلى. هلأ ناخد هدول لليلى؟ ايه؟ تاخدوا هدول لليلى تتغداهم، وهدول بتدوقهم لرفقاتها اللي معها بالشركة، إذا حدا اشتهى بياكل منهم. هلأ أنت شو رأيك إذا بتعطيني الطنجرة وباخدها معي، مو أحسن هيك؟ ايه بعطيكي إياها مو مشكلة، شو فيها؟ لك عيب؟ يعني أنا بستحي عمتي، باخد معي لليلى مو مشكلة، بس كيف بدك يعني دور ووزع يبرق على الموظفين بالشركة؟ أصلاً عيب تاكل ليلى لحالة، الكرم صفة من صفاتنا ولا نسيتي؟ لا تحكي هيك عمو فايز، لوين رح نروح نحن؟ على سيران؟ هاي الشركة بعدين هنن بيطلعوا وقت الغداء بياكلوا وبيرجعوا على الشركة. أكل المطاعم مو مثل أكل البيت، أكل البيت بيضل أحسن. إيه؟ ماشي عمتي، حطي لي اياهم بكيس، انا باخذهم معي. خلص استني لضبون. ما قلت له لماجد جاي على الشركة، خايفة يتضايق من جيتي. أول شيء أنت رايحة لعند ليلى مو لعنده، وثانياً أنت اتصلتي فيه لا تخافي. إيه اتصلت بس ما رد، بجوز مشغول، هذا اللي قلقني. حبيبتي لا تقلقي، اطمني. ما رح يقول أي شيء. يلا روحي بشوفك. ناريما سلميلي عليهم. قصدك عليه؟ مو بس هو وليلى نسيتيها؟ شوي كمان وبتصلكن الطلبات. شو بدكن تروحوا؟ من هون ورايح رح تشوفنا كتير. ايه بتشرفوا. عاصي شكرا على مساعدتك. شو عم تحكي انت؟ لا شو الشكر. بخاطرك بشوفك المساء. بخاطرك. الله معكن. جهاد لأي صف وصل بدراسته؟ جهاد خلص الإعدادية. كان طالب كسلان ما هيك؟ لا ما كان كسلان أبداً، هالشي مو بإيده. أمه بيوم جهزته ليروح على المدرسة الصبح وعطته خرجيته ولفت له السندويشة تبعه، وفاتت تنيم فخرية جوا وقالت له أنا طالع مشوار اليوم وأنا بكون رجعت لبين ما يخلص دوامك. وشو صار؟ من وقتها ما رجعت على البيت، وجهاد من هداك الوقت لليوم ناطر رجعت أمه على البيت وما عاد داوم بنوب. لما قبلوني بالجامعة فرح أكتر مني، وصار من وقتها ينادي لي أستاذ الجامعة. حلم جهاد وأمي واحد، بدهم ياني صير أستاذ بالجامعة. طيب وأنت؟ يعني على شو ناوي؟ والله ما بعرف،
أموري تخربطت بهالفترة، كل شي بحياتي تغير وما عدت عارفان شو بدي أعمل. على خير، بدي روح بخاطرك. وشو مشان الشغل؟ مو مشكلة، بشتغل لحالي، مو ضروري داوم بمكتب. هيك طمنتيني. اتفقتي مع شي حدا؟ هيك شي. شوف، رح صير مديرة أعمال عاصي جوندوان من اليوم. ورح يكون شغلنا لحالنا. ما قلت لكم على الحلوة والمرة مع بعض؟ ايه قلتي. وابدا ما بتراجع. يلا بشوفك. الله معك. مرحبا. مرحبا. هاي رفيقتك عم تجي على الحارة على طول. رفيقتي؟ قصدك على رؤية مو؟ هي أكثر من رفيقة. شو عم تحكي؟ أيوة. شو تضايقتي؟ لما بتشوفيها ديري وشك. ما حدا جبرك، ما تطلعي. تتهنوا ببعض عاصي. ليلى خانم، إلك هالعلبة. شكرا. جهاد، مبروك عليك الشغل الجديد. صديقك القديم وعدوك الجديد نهاد. ما
انت عم تحكي عن جد؟ رح تصيري عارضة أزياء من كل عقلك أختي؟ يعني ما فيك تقولي هيك بالضبط، كل القصة رح وقف قدام الكاميرا مشان الدعاية. أكيد هي مزحة. بتمنى تكون القصة مزحة. بحب طمنك إني جادة بهالقصة ماجد. نيفين، انسي الموضوع. ليش؟ لأنه أنت كتير بعيدة عن الصورة اللي براسي ومو مناسبة بنوب. شوف جواد، هذا رفيقك مفكر إنه ممكن يعمل من هدول البنات الشراشيح عارضات أزياء ليرضي غروره، بس هدول البنات مالن أي علاقة بالوسط المخملي اللي نحن عم نسوق له. بالله؟ شو رأيكم نطلع نسهر مع بعض اليوم؟ أنا موافقة. ماجد، شو رأيك تقلها لناريمان؟ أنت شو عم تحكي؟ نور، أنا عم بحكي عن جد. شوفي يا ليش ناريمان ما عم تشاركنا بسهراتنا يلي عم نساويها؟ طالما هي حبيبتك لازم تصير واحدة منا أكيد. مستحيل. ليش؟ لا لا تقلي إنها من النوع اللي مو متعود يطلع إلا بالنهار. زعلتني، صدق شفقت عليك. ماجد أرجي أغلو، أنت عن جد عم تحبها لهالبنت؟ ولا عم تتظاهر إنك عم بتحبها قدامنا؟ قول. شو رأيكم نروح اليوم نسهر كلنا بشيئرنا؟ أنا موافق. عالتسعة شو رأيكم؟ عالتسعة رح يكون الوقت متأخر على حبيبته لماجد، ولا أنا عم بغلط؟ اسمع، حبيبة القديم لناريمان اسمه عاصي بظن، كان أكيد عم بيقضي وقت أكتر منك معي. يا حرام، عالقليلة هن من نفس الحارة، هو من طبقتها. إذا سمحتي، بالله الأنسة ليلى مو هون مكتبها؟ إيه صح، هلا بتجي استنيها. أهلا وسهلا. مرحبا، ماجد بيك بالمكتب؟ لحظة بدي حاكي. عفوا. ألو؟ خلص معناتها ملتقي المساء. إذا ما بدك فيك تيجي لحالك مو مشكلة. لا تقلقي، رح أجي اليوم. ناريمان؟ فوتي، اهلا وسهلا فيكي. شلون صارت امك؟ كيف هلا؟ مو منيحه. ناريمان، انبسطت كثير بشوفتك. يا اهلا وسهلا. مريت على ليلى بمكتبها ما لقيتها، قلت بمر بشوفك وبسلم عليك. عملتي منيح، كل القصة تفاجأت بشوفتك. خلونا ننتقل على مكتبي ونترك هالعشاء لحالهم شوي، لأنهم يا حرام ما عم بيلاقوا فرصة يتقابلوا غير بمكان الشغل، ما فيهم يتقابلوا برا. ناريمان، نيفين عزمتنا على سهرة اليوم وأنا وافقت بالنيابة عنك، شو رأيك؟
رح نلتقي على الساعة 9 ورح نسهر للصبح، صدقيني رح تروقي. أصبح المساء منشوفك. شو جايبة معك؟ ورق عنب. يبرق بزيت الزيتون. هلأ هذا اللي جايبتي لهون يبرق؟ لك من كل عقلك جايبتيهم لأكلاتك معك؟ تاكلهم بالهنا ماجد أرجي أغلو. خذوا راحتكم. بالمناسبة إذا بدك تيجي المساء لا تجيبي أكلاتك معك، هني كل شي موجود. أنتي تعي ولا تاكلي هم. ماجد أنا ما فيني أطلع المساء. ليش؟ ما بيسمحوا لي أطلع وأتأخر برات البيت، بالزور لحتى خلوني أطلع اليوم. والله معك حق، بس فيكي تطلعي وتشوفي عاصي وتشربي معه شاي وتروحي على بيته بنصاص الليالي، وبتطلعي وش الصبح وبتدوري على عاصي، وبالنسبة إلي بتقلي لي ما فيني أسهر وشوفك. ما فيني، أنا قلقانة على آسيا، غليان قلبي. يا ترى شو ساووا فيها هدى وابنها هلأ؟ أنا قاعدة هون وعم فكر فيها طول اليوم. لك حتى ما فيني اتصل فيها، ما بتعرفي مين ممكن يرد على التليفون. معك حق، بس ماني عارفاني شو ممكن نعمل. شو رأيك لو نحمل حالنا ونروح مع بعض نسوي لها زيارة لأم كمال؟ مستحيل، شو هالحكي؟ والله المخلوقة وهي قاعدة بفرشتها بتنتف ريشنا. الله يعينك يا آسيا يا بنتي، لك كيف رح تقدر تعيش معهم؟ هي إبليس ما في عيش معه، وأنا مو قادرة أني ساعدها هون المصيبة. ما فيني روح أمسكها وطالعة وأخذها من بيت هدى خانم. أنا هلأ خطرت لي فكرة زهرة، شو رأيك ميرفت لو تروحي أنتي؟ طبعاً مو ممكن روح خالي نوران. حبيبتي أمك ما فيها تروح لعندها، هن بلا شي عم بيتهموها إن السبب بكل شي صار. ولا بدك نبعت عاصي؟ لا طبعاً مو معقول. لكن مين بيروح؟ أمي هي اللي رح تروح مو أنا، ما فيني أعتب هداك البيت. خليها تروح مشان يفهموا إنه آسيا إلى أم، وما رح تسكت على اللي عم يساووه ببنت أيوة. أنا معك بنتي، زهرة ما أنا رافضة تروح، بس نحن خايفين من المشاكل. هديك أول ما تشوفها رح تفضحنا وتجرسنا بالحارة. هالمرة بتخلالها بلاد ميرفت. يا عمري مو بقيان غيرك يعملها. وليش لا تحطوني أنا بوش المدفع، مو حرام؟ مشان أختك خلينا نتحمل. ليش أنا رفضت أعمل شي كرمالهم شي يوم؟ ليك على هالحكي نوران، أنا بعرفها منيح مو رايحة منوب. سألتك سؤال من شوي وأنا هلأ ناطر الجواب. ماجد أنا ما عندي أي شيء أحكي لك إياه لأنه اللي براسك ماله موجود. أنت شو قصدك قلي لي؟ بدك تجنينيني يعني؟ أنا بعتذر منك كثير، وآسفة لأنه أجيت على مكتبك، وآسفة لأني خليتك تعصب علي. أنا عم بسأل حالي ليش أعصابك عم تفقدن لهالدرجة، شو السبب؟ ليك أنا قبل ما أجي لهون اتصلت فيك ودقيت وانت ما رديت على التليفون مثل عادتك، شو اعمل؟ على القليلة لو كنت رديت ما كنت اضطريت اجي لهون وما كنا تخانقنا مع بعض. لكن الحق علي اللي كنت جاي مشان راضيك. ناريمان مو هي مشكلتنا. احكي شو هي المشكلة، قول يلا. انت فيك تجي لهون وقت ما بتحبي، بس ما تجي وانت حاملة ورق عنب على الشركة. قول انك مستحي من جايتي على الشركة. ها
هالابرق هاد انا لفيت لك اياه بايدي، لو بتفهم شو معنات هالشي. ناريمان خلصنا، انت عم تفهمي شو قصدي مزبوط؟ اه انا فهمتك منيح وبعرف انت شو عم تقصد بهالحكي. انت بتستحي من جيتي لهون؟ ناريمان؟ شو بكون؟ تعي اصحكن، ما بدي اسمع ولا كلمة، اصحكن. والله ورضيت تروح. شو هالعمر يا؟ هديتي شوي؟ هديت. يلا احكي لي شو صار بيناتكم؟ بحكي لك بالبيت مو هون. قلت لعمتي جاي لعندك، بعتت ورق العنب ليكو. شفتن على الطاولة. انت شلونك؟ حليكني قدامك. لا تقلقي علي، انا ليلى ومتعودة. سليم بيك، انا حطيت الملفات اللي طلبتن على المكتب. انا رايحة ليلى. ناريمان شلونك؟ شايفك عنا اليوم. ايه عندكن، اجيت شوف ليلى ورايحة. بتشرفي بأي وقت، اهلا وسهلا. انا بدي روح. ناريمان انت فكرتي بحكي اللي قلته؟ وبيهمك تعرفه لرأيي؟ كلامك ما حرك اي شي فيني. بس انت حركتي الصخرة اللي جواتي وشفت شغلات كانت غايبة عني. وهالصخرة انت دفنت امي تحتها من وقت طويل. لهالدرجة بتكرهيني معقول؟ لا انا ما بكره حضرتك منوب، بس كمان مشاعري ما عندي أي سبب لغيرهم. تأخرت مو؟ وين ناريمان؟ مشيت. تاكسي. ناريمان جيب لي سيارتي بسرعة. رح نلتقي على الساعة 9 ورح نسهر للصبح، صدقيني رح تروق. بالمناسبة إذا بدك تيجي المساء لا تجيبي أكلاتك معك، هني كل شي موجود. أنتي تعي ولا تاكلي هم. ناريمان مو هي مشكلتنا. احكي شو هي المشكلة، قول يلا. أنتي فيك تجي لهون وقت ما بتحبي، بس ما تجي وأنتي حاملة ورق عنب على الشركة. قولي إنك مستحي من جيتي على الشركة. ناريمان خلصنا، انت عم تفهمي شو قصدي مزبوط؟ اه عم يستحي مني والله.
على السيارة فورا. ناريمان ممكن تنزلي؟ لو سمحتي.